زول في اللون غمزوارو كلون سنمير الفنانة سنمير قبات نحس الشراع لأنه سكلي المشهود مقرن باش هنمير كام عبر القناة تدنس راس نتمنى التوفيق دان نتمنى أي الاحتضان الفكرة هاد لأن الفكرة تقاتي نحكو لويا تين رد الاعتبار الثقافة عن طريق نقاش التوثيق للذاكرة أرسني مليح الفنانة اللي شاركن كلو تنحمس الأغنية يد أغنية جماعية صحيح تقاح التراث تقاح الريبرتوار يزنزار يعني الأصل المجموعات اللي في كان يتلقي من قرن الأغنية الأمازيغية منقص الأجيال يعني من الأجيال اللي زوار من الأقدام سي زنزار سي المجموعات الجديد اللي لان يعني تقريبا ثلاثة أربعة الأجيال جين السبعينات الثمانينات التسعينات أرغلة أركوين الألفين يعني الشباب الجيل الجديد اللي يسين المشعل الهدف هو أولا ربط الماضي بالحاضر الأجيال رغم اختلاف السن غنين كله تسنس نفس الحماس البان جوات ربعاد العازفين من أجيال مختلفة ولا تحسوا تسرتي لي لا فوسنوت الإيقاع إلا حي المستوى عالي غير دار حمالة بأنه تقام تلا مدرسة رغم أنه المدرسة ورتلاح الكونسيرفاتوار ورتلاح المعاهد ولكن تلا دار ميدن تبنانت لأنه تراثة دي غاوينسن نمطة الغناء إيغاوينسن غصاد 2020-2021 يعني بعد 50 سنة من التواجد تلكم الوقت باش الشغلات كله تيزمي ما يتيارا التيارا الكتب اولا دي تيارا ستوتيق الصورة لان غصاد الصورة انت اي سيطر في الاعلام ذي التواصل دارية الامنية يعني البريحية الامنية وهو تيلي انتولوجيا المجموعات الغنائية على شاكلة انتولوجيا الروايس اللي ريوتق كل الارتاد كل التراثات كل الكنوزات لانه ان نورا حميت غصاد ورسولي قوي المجموعات قوي نحكو لي ورسولي قاع حتى وين المغرب قاع تراث انساني عالمي دي خصها تنسلك من اليونسكو اي سجل ديمنا لو باتريمون مونديال غصاد من العدد من المجهودات دارت تشكل على المستوى الوطني انت سجل التراث النح لانه غصاد السن بانه تلا المنافسه وانا كيضغوط راه كاين التراث ديال قاوين مع العلم انه كياسي سي زوان كياتي سكن كياتي بدعن ولكن يحتر تو تقت يحتر تزميم تيحوري تسجل هاتوري قاوينك ففرجه ممتعه حمس التحفه الفنيه اللي حشاركن اربعه الاجيال في غناء جماعي جميل الايقاع راح كله يتذكر سي النمط اللي دنكر كله يا الاجيال نسوس الاجيال المغرب خارج المغرب لان حتى المشاهدين في كل ارجاء العالم راه تبعان التحفه الفنيه درد كل حسن بانه يقى جزء قسم ارست انت مين ارسيس انت تمام ايوس النون تنمرت اغنيه لمحنه اللي كانت من الاغاني الرائعه والتاريخيه لمجموعه ازنزار واليوم اتحاد المجموعات الغنائيه عبر هذه الوجوه الفنيه الرائعه من ثلاثه الاجيال هذا شيء جميل جدا ثلاثه الاجيال كاينه حاضره معنا مجموعات فنيه رائده في اغنيه امي حنا شكرا لاتحاد المجموعات الغنائيه شكرا لكل من ساهم في هذه اللوحه الرائعه الفنيه شكرا لمخرجها السي خالد العيوض وشكرا لاتحاد المجموعات الغنائيه طبعا وحسن بيري المشرف على تنسيق هذه العمليه حسن بيري من مجموعات ازنزار إليكم هذه اللوحة الفنية وتحية لكل نساء العالم وخاصة أمهاتنا وأمهاتكم شكرا سي إبراهيم